في ايه؟ في ايه؟ بيدها تحية الضيف. بس لطاف والله. باخد لك خمسة منهم وانت ماشي يا فوت. ايه ده؟ 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 شوف كده يكون فرخه باظت في قفاها. ما تقلقش يا برشدي، ده العيشه وقعت علينا كلها تروح مدارة. مدارة ايه؟ انا بقول يلا نلحق صلاة الظهر. ما تستنى اما نشوف الراجل ده يمكن نصلي عليه بالمرة. يبقى فرصة اروح اتنضى وارجع يا شباب. لا استنى، مش جايز يحدفوا علينا سيجارتين بنج. صباح الفل يا ابني النيل. صباح الخير يا فرس النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. بشربها على جوزك. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منوره باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. وريه يا سيادتنا. طب لا مؤاخذه يا عريس، قانونا لازم العريس يشوف عروسته، والاهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله واللي هيشهد معايا على الجوزه، قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حاج، خلينا نشوف العروسه وهو بيفرح. انت بقى يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيله وافق تشوف العروسه. هاتوا العروسه. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسه. لا احنا عايزين واحده ما اتلمستش، مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات الصغار. بس مش قوي كده ولا ايه؟ وانا انكشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. الله عليك وعلى اللي خلفوك. هتسطرها ولا مش هتسطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركه يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك. صبرت ونولت. لا ده انت زهرت ونولت. وبعدين يا رشدي؟ بص يا ابني، من الاخر كده انت حلك الوحيد عند امك. امي؟ ليه بقى؟ امك دكتوره محترمه، واكيد البنات اللي حواليها محترمات وينطبق عليهم المواصفات اللي طالبها عمك دي. وما تنساش يا سسليم ان فات 10 ايام من الوصيه، يعني الفلوس قربت تروح. انت هتهرج يا رشدي؟ ما هي ماما عارفه ان انا متنيل صايع وضايع. لا 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 مش كده. انت كمان هتخش عليها بقى في سكه ايه؟ في سكه الاخلاق والتوبه. هتصدقك. ايوه ايوه، مهما كان دي امك ويهمها مصلحتك.